سهرة مفتوحة يقدمها طاهر أبو زيد. هذا الرجل واحد من الأسماء القليلة الجهيرة في عالم الموسيقى والغناء الذين صنعوا اللحن العربي المعاصر، هذا اللحن الذي تردده ألوف الشفاه والحناجر وتتفتح له ملايين القلوب والآذان. وفنان الليلة عاش حياة حافلة بالإنتاج وبالتوقف عن الإنتاج، واندفع إلى التجديد وإعطاء الأغنية دما جديدا تماما، ثم يندفع إلى العمل التقليدي ويرتبط بالدعائم الراسية للأغنية العربية، يتبنى أحيانا الأغنية الطويلة ويحتضن في نفس الوقت الأغنية القصيرة، يتجه إلى العمل الملحمي ويعرج أيضا على الأغنية الخفيفة، ولكنه في كل الأحوال يتميز بأصالة فنية ونكهة خاصة، ولا يضع لمساته على عمل إلا وتردده الجماهير ويعيش بينها طويلا. أيها السادة، السهرة المفتوحة الليلة مع الفنان المرموق الموسيقار الأستاذ كمال الطويل. أهلا أستاذ كمال. أهلا بك يا 16. أين أنت في 6 أكتوبر؟ أنا في استوديو 46 ليلة نهار. بتعمل حاجة؟ عملت فعلا. إيه؟ آخر حاجة خلي السلاح صاحي. آه، برضو يعني فيها امتداد لخط والله زمان يا سلاح. آه، يعني من غير السلاح لا يمكن أبدا أن نحرر أراضينا، هذه مشكلة السلاح عندنا. هو ده حتى المشكلة يمكن بتبدو أكبر من كده، إن مشكلة الإنسان العربي عموما إنه ممسكش السلاح طويلا، يعني كشعب يمكن كجيوش إنما كشعوب بتمسك السلاح وتناضل وتتدرب على المقاومة طويلا في وجه الغزاة وهكذا، يمكن يعني كنا محتاجين الحكاية دي شوية يعني. وده كانت عبرت عنه أكتر أغنية والله زمان يا سلاح، والله زمان يعني. أيوه شو أيوه شو إنما أنا برضو إنه شايف نفس النبض ماشي في خلي السلاح صاحي، دي بتاعت أحمد الحليم. غناها عبد الحليم مع المجموعة. كلمات الشاعر أحمد شفيق كامل. يعني والله من غير أي مديح أو حاجة، يعني أنا كان في ذهني إن أحد المعالم البارزة في الأغنية في أغاني 6 أكتوبر، واحد الاغنيات اللي وصلت للقلب فعلا هي اغنيه تخلي السلاح صاحي. الله يخليك. احدى الاغاني القليله. الله يخليك. يمكن ده بقى يعني يوضح ازاي اللي قلته عليك، انه اي عمل بتحط لمساتك عليه بيعيش فعلا. ايه تفسيرك لهذه الظاهره؟ اولا انا شاكر احساسك، وطبعا يعني ده مش غريب عليك، ما بجيبش حاجه من عندي الحقيقة. الله يخليك. انما هو الحقيقه ايه، ان عندما يصادف الملحن معنى يمس احساسه وينفعل به، حته صدق هتبقى موجوده فيه. واي عمل صادق اعتقد انه لابد ان يكون يلقي نجاح عند الناس، لانه فعلا الصدق عندما يصل الى الناس بيحبوه. يعني ان يكون اهم شيء ان يصدق الفنان فيما يعبر عنه، ما في شك. هل اذا لم يلتقي الفنان بالصدق تنصح او تؤيد انه يبتعد مؤقتا حتى يحس بشحنه صادقه؟ بالنسبه لي انا عملت كده. ايوه، لكن طبعا انا ما انصحش غيري انه يعمل زيي، لان ممكن دي تعمل رد فعل عكسي، لان الممارسه اليوميه لها مزاياها الكثيره جدا، بالرغم انه يمكن تقول انه بينتج عنها في النهايه شيء من الثرثره، لكن التوقف لغاية ما تحصل على لحظة صدق اللي انت عايزها اولا مش متوفرة عند فنانين كتير، لان ده بيكلفهم كتير ايضا، في نفس الوقت ممكن يعطل مواهب البعض الاخر. فعلا. وكمان يعني هتبقى مشكلة امتى الفنان يقول لنفسه او يقتنع ان دي لحظة الصدق فعلا، يعني قد تقترب منه لحظة الصدق ويتوهم ان ده مش الصدق الكامل. ويظل في انتظار
صدق اخر ويضيع ويفضل في انتظار الصدق الكامل الذي لا ياتي يعني اطلاقا يعني واخد بالك، لانه يتوهم ان هناك ما هو اكمل وما هو يعني اصدق. وده صحيح، لانه هو في حياه الفنان فعلا ما فيش لحظه رضا ابدا، يعني باستمرار بيسعى الى شيء هو حسه لكن مش قادر يقوله، فده معاناه شديده جدا وصعبه. انا ما انصحش الفنانين انهم يعملوا كده ابدا. الحقيقه من اصدق ما يمكن ان يقال في حياتنا العربيه هي كلمه خلي السلاح صاحي، يعني ده شعار رائع جدا. وانا رايي انه حتى مش مرتبط بالمعركه بس، ده احنا عاوزين السلاح صاحي النهارده ولغايه ما تتم اي تسويه، والسلاح يفضل صاحي في مؤتمر السلام، والسلاح يفضل صاحي ايضا وبصوره اشد حتى بعد انتهاء الحرب. ده صحيح، لان المعركه الحضاريه بيننا وبين اسرائيل ستظل مستعره فعلا وشديده جدا، وهيبقى في تحدي السلام زي ما كان فيه تحدي الحرب. أيوة. وعلينا ايضا ان نكسب السلام، يعني نكسب السلام باننا نشوف ايه اللي في اعماق النفس العربيه محتاج الى تغيير وتهذيب وصقل. في كثير جدا من الرواسب عاوزه تتركن على جنب، في كثير جدا من عمليات التطويع للعصر ومقتضيات العصر وطريقة تفكير جديدة، ومحتاجين أيضا لتحدي صناعي وتحدي حضاري وتحدي ثقافي وتحدي فكري وتحدي إعلامي. يعني أنت عاوز تقول أن السلاح هنا مش معناها السلاح الطلقات البارود، إنما السلاح سلاح المعرفة أيا كان. صح، واليقظة المستمرة. واليقظة المستمرة ويعني لحسن الحظ أن اليقظة العربية دي 6 أكتوبر حركتها وبصورة متوهجة وجميلة جدا، وعلينا أن نحافظ عليها وندفعها أكثر وأكثر. ده صحيح. طب أستاذ كمال، أنت قلت لي أنه أنت لسه في استوديو 46 أول ما بدأنا الحديث، مع أن الأغنية خرجت إلى الوجود، يعني خلي السلاح صاحي. أيوه. وزيعت فعلا. أيوه. وسمعت. أيوه. وحفظها الناس وكده. طب أنت بتقول لي أنت لسه في استوديو 46، هل لازال هناك عمل آخر؟ ايوه، في عمل اخر اسمه الباقي هو الشعب. ايوه. انا كنت بقول ايه، بقول ان احنا بنغني للجنود او غنينا للجنود. ايوه. طيب لو الجنود بيغنوا للشعب، يعني انا بفترض الاتي، بفترض ان الجنود دول ابناء الشعب اللي بيحاربوا من اجل الشعب، عندما يريدوا ان يغنوا للشعب يقولوا له ايه؟ فتصورت ان مجموعه جنود طالعين كده في 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 ضي القمر، ومعاهم فتاه من الوحده الطبيه، وبيغنوا للشعب، فبيقولوا الباقي هو الشعب والباني هو الشعب، ولا في قوه ولا في صعب يصد زحف الشعب. يعني حلو قوي، فكره جديده يعني. يعني ده تخيلي. فكره جديده وجميله، يعني انه ايضا الجنود بيغنوا للشعب اللي هم فرع منه، يعني اللي هم فرع منه. ده كلمات صلاح جاهين، كلمات سيد حجاب. سيد حجاب. اللحن ده اتعمل؟ يعني اتعمل. ممكن نسمع حتة منه؟ حاضر اذا سمحت. حاضر. يصد ضحك
بالشعر الشعر والباني هو الشعر والباني هو الشعر ولا في قوة ولا في صعر يصد بحر الشعر الشعر بعد ليالي الغدر يا بلدي بعد الانتظار جاي ليالي الغدر يا بلدي جايب الانتصار بعد ليالي الغدر يا بلدي بعد الانتظار جاي ليالي الغدر يا بلدي جايب الانتصار نادي النهار وعلينا اللي باقي والباقي والباقي هو هو الشعر والباقي هو هو الشعر ولا في قوة ولا في صعب يصد تحت الشعب الشعب والباقي هو هو الشعب والباقي هو هو الشعب ولا في قوة ولا في صعب يصد تحت الشعب الشعب. ده رائع فعلا. الله يخليك. طب بالمناسبة هل ممكن نلقي نظرة سريعة كده؟ يعني واضح قوي اندماجك في أغنيات سنة 56 وبعدين انت كمان مندمج في أغنيات سنة 73 أكتوبر 73. ممكن نلقي نظرة على ثلاث مواضع كان فيهم يعني اندفاع في الأغاني الوطنية اللي هم حرب 56 حرب 67 حرب 73. نعم. نعمل مقارنة سريعة جدا بين أغنيات الثلاث مراحل. 56 زي ما قلت لك ان كان المواطن المصري كان بيحارب ويقاتل من اجل امانه. سنة 67 الحقيقة الناس ما كانتش عارفة ايه اللي بيحصل. أي. فجأة لقينا تصريحات اننا اكبر قوة ضاربة في الشرق الاوسط وان جيوشنا اعظم الجيوش الى اخره. وفجأة لقينا الحرب ابتدت في يونيو 67. رحنا الاستوديو كالعادة، عملت انا اغاني منها ابنك يقولك يا بطل هات الانتصار واحلف بسماها وبطربها ولا يهمك يا ريس. لكن انت طبعا ما كنت وقتها انت في الاذاعة وعارف كل الحاجات دي كلها، اجهزة الاعلام كانت بتتخبط، ما كانش حد بيقول لنا الحقيقة فين، كل شيء كان بيتخبط. ما هو اجهزة الاعلام بتعكس ما هو موجود، ما هو موجود في الدولة كلها. الدولة كلها كانت بتتخبط حقيقة فعلا. انما يعني انا بعيب على الفنانين انهم كانوا مفروض يكونوا عندهم رؤية ابعد. انما اللي حصل ان احنا اندمجنا في طيار الاعلام اللي بيقول اللي بيغطي، يعني احنا كنا بنغطي موقف مش بنوضح موقف. وده كانت مشكلتنا سنة 67. يعني حتى منعكس حتى في الكلام اللي انت لحنته، يعني ابنك يقول لك يا بطل هات الانتصار، يعني اصبح الانتصار رخيص لدرجه انه بيقول لك روح هات الانتصار وتعال، زي اشتري لي لعبه وتعال. ما هو والله انت بتقول انك اكبر قوه ضاربه في الشرق الاوسط، مش يعني نزهه، مش موت في سبيل الانتصار. يقول لك يا بطل هات الانتصار، روح السوق هات الانتصار وتعال. يعني كلام حتى يعني مش ممكن يدي الاحساس بجدية. يعني لا هو مش ممكن، هو مسألة ايه، مسألة انك انت لما تقول الموقف وقتها كان ان الحرب دي كما لو كانت فعلا شيء في جبنة. يعني ما فيش مضمون مشكلة يعني. مضمونة. فيش مشكلة، روح هاتوا تعالوا. فالتعبير كان عنها كده. 73 73 كانت امنية كل مواطن ان يحارب، لحد ما جات اللحظة الحاسمة بصراحة. احنا بقى اللي بنطالب بالحرب فوجئنا بان الحرب فعلا حدثت. ايوه. لكن من كتر ما احنا مرينا بست سنين من الهزيمة والهوان والانكسار، يعني كان الاحساس العام لسه ما مصحيش. يعني ما انا ايه قد فرحتي باننا ابتدينا الحرب، قد خوفي كنت حاطط ايدي على قلبي حاسس اني ان ربنا ينصر الجنود بتوعنا المرة دي، لان احنا من كتر ما عانينا ما بقاش مصدقين احنا ممكن ننتصر. فكانت خوفنا هو مشاعرنا في نفس اللحظة اللي كنا بنتمنى فيها الحرب. من هنا جت يمكن اعمالنا في 73 تحس فيها نبرة الهدوء،
حتى لما جاتنا البيانات بان في انتصار ما كناش بنصرخ ونقول ونهلل ونقول انتصرنا، انما كان في حته كده كبرياء وايضا حته حذر وان احنا تملي بنقول يا رب خليه جنبنا ما تتخلاش عننا. فعلا. استاذ كمال الطويل، ارجو ان تفسر نفسك للحظه، لانك بتبدو في بعض الاحيان كما لو كنت نوع من اللغز او علامه استفهام او علامه تعجب حتى. ازاي يعني فتره انتاج غزيره جدا مليئه بالاغاني العاطفيه والاغاني الوطنيه والتجديد والى اخره، ثم فتره توقف طويله جدا ليس لها ما يبررها، وكل واحد من اصدقائك يقابلك تقول له ايوه ان شاء الله، ثم يمر العام اثر العام وما انتجتش، وبعدين اخيرا دخلت الميدان مره اخرى باغنيه يا واد يا تقيل. دي نقله كبيره قوي. مش كده؟ اذا كان نوع من التقل يعني. كنت بتوصف نفسك ولا حاجه، ثم دخلت. طبعا احنا جميعا سعداء انك انت عدت، لكن ايه ما انت قلت الصدق وكذا والى اخره والانفعال. أيوه. لكن ما تصورش انك تقعد 6-7 سنين ما فيش فيك لحظه صدق، مش معقول. ايوه. فايه هو الحقيقه؟ انا مش فاهم نفسي يعني، طبعا الحاجات دي بتحدث لي من غير تخطيط، لكن اللي انا اعرفه عن نفسي ان انا في لحظه من اللحظات ابص الاقي حاسس بموسيقى مش قادر اترجمها، مش قادر اقولها، فبينتابني غيظ شديد جدا، بحاول اعمل حاجه انا حاسسها تماما، وساعة ما اجي انفذها بتطلع حاجه تانية. فانا بقول ده قصور مني، علشان كوني انا مش عارف اترجم احساساتي الموسيقيه اللي انا عارفها تماما دي، في خلل جوايا في حته. طب اتوقف لحد ما اشوف ايه حكايه الخلل دي واعرف هو فين. وبعدين بيني وبينك بقى الحقيقه العمل الفني كما تعلم امتحان رهيب، كل ما تيجي تقدم عمل حاسس انك داخل امتحان، يا ترى العمل ده صداع عند الناس هيبقى ايه؟ هيقابلوه مقابله كويسه ولا يضايقهم؟ ساعه ما بتبقى يعني تنال رضا الناس بتبقى سعاده الدنيا فيك، لكن بقى تبقى خلاص بقى كفايه عليك كده بقى يعني. هترجع تاني لامتحان تاني عشان ايه يعني؟ ملاش يعني لازمه الحكايه دي، كل يوم ميلاد بامتحان. فعمليه مرهقه للاعصاب الحقيقه كده. وبعدين انا اصلي يعني حته المزيكا عندي هوايه مش احتراف، ف لما قعدت افكر بيني وبين نفسي ايه الخلل اللي جوايا ده، لقيت حته الكسل دي لطيفه، مفيش مشكله يعني، لا بتولد ولا بتعاني ولا بتؤثر السلامه والعافيه. لغايه ما صلاح جاهين انتج الفيلم بتاعه خلي بالك من زوزو، وقال انا عاوزك تعمل لي فيه حاجه. طبعا اول انتاج لصلاح جاهين لابد ان الواحد يحييه، فقلت له حاضر. ففوجئت بان سعاد حسني بطلت الفيلم، وانا كانت سعاد طلبت مني قبل كده ان انا الحن لها، لكن انا يعني ما خدتش المساله يعني ايه بجديه يعني، لان انا اعرف ان سعاد ممثله عظيمه لكن صوت بيقول، ما كنتش عارف الحكايه دي. فلما سمعت صوتها لقيته لون جديد على ودني انا كملحن، يعني الصوت الباسم، وحسيت ان ده ممكن يطلع منه شيء. فقلت والله يعني ايه، انا لما ارجع بصوت سعاد حسني ده يا اما نجحت في اهو ده امتحان يستاهل بقى يعني حقيقه ان انا يعني ايه، لان ده شيء جديد علي لازم وعملت لها يا واد يا تقيل يا مشيبني. بس نجحت قوي الحقيقه يعني جماهيريا وفنيا ونجحت سينمائيا كمان كاغنيه سينما يعني. بقول علشان هو سعاد حسني ظريفه، ده نوع من التواضع. لا حقيقة هي فعلا ظريفة. على العموم انت في ثنايا اجابتك اجابت على حاجة كنت هسألها لك، لانه كان ناس كتير بيقولوا بعد الانقطاع الطويل ده كان مفروض الاستاذ كمال الطويل يجي على عمل فني ضخم،
فانت اجابت انه كان لون من التحدي بالنسبه لك انك جاي على صوت جديد. أيوة. فانك بتقدم صوت جديد وهذا جديد واساسا ما بتقولش انها مطربه. يعني نوع من التحدي انك تخلي الصوت ده في مصاف المطربين، او يعني يبقى يستطيع ان يصل للناس كما تصل اصوات المطربين والمطربات. ده صحيح. طيب وبس كان سؤالي يعني ايش معنى التوقف ده ما حصلش الا من بضع سنوات، ما انت قاعد تنتج بقالك كذا سنه، يعني ايش معنى بالذات التوقف ده يعني ما حصلش الا وهو يعاصر عمليه اخرى دخلت في حياتك، وهو دخولك الى ميدان الانتاج الاذاعي وانشغالك بانتاج اغاني للاذاعات وهكذا. اقول لك يا سيدي، يعني انا الحقيقه زي ما قلت لك الموسيقى عندي هوايه، يعني انا عملت مئات الاغاني، عمري ما تقاضيت من مطرب ولا مطربه اجر عن الاعمال اللي قدمتها لهم. ازاي ده؟ عمري لم كل الاغاني اللي عملتها لعبد الحليم لم يحدث ان تقاضيت من مطرب ولا مطربه اجر اطلاقا عن اغنيه. انما كان بيحدث ايه، ان مثلا يجي منتج سينمائي عنده فيلم يقول لي والله اعمل لنا اغنيه في فيلم، فاخد اجر يعني الفيلم شاني شان المطرب. ليه ما بتاخدش؟ هل هم ما بيعرضوش عليك ولا انت بترفض ولا ايه؟ انا الحقيقه لا هم عرضوا ولا انا طلبت. يمكن لو كانوا عرضوا كنت خدت. لا يعني لدرجه ان انا حتى اندهشت مره، حاجه غريبه. مره كنت انا والاستاذ احمد بهاء الدين والاستاذ فتحي غانم في زياره ست ام كلثوم، كنت بعد ما عملت لها والله زمان يا سلاحي، قالت لي اعمل لي اغاني في ربع العدويه. قلت لها ربع العدويه دي له اتجاهي وله لوني، ويعني انا مش، وبعدين عندك الاستاذ رياض الصنباطي بقى، خلاص بقى احنا بقى فكر في حاجه، عاوز اهرب تاني منها يعني. قلت لها انا افكر في عمل تاني. قالت لا، عشان خاطر لازم تعمل لي حاجه فيه. فعملت لها في عمل اللي هو ايه، لغيرك ما مددت يدا. ده حلو، حلو قوي. بعدين كنا في زيارة عادية بقى زي ما قلت لك انا وبهاء وفتحي غانم، فلقيتها بتقول لي ايه، انت بقى مش هتبطل الالعاب بتاعتك دي؟ فانا قلت لها خير في ايه؟ قالت لي بقى يعني متصور ان بيتنا بقى صندوق البوصلة بتاعك؟ قلت لها ايه الحكاية، مش فاهم حاجة ابدا. قالت لي الجوابات اللي بيجي لك على بيتنا ده بقى ايه بقى يا سيدي، لازمتها ايه بقى يا سيدي؟ جوابات ايه بس؟ قالت لي انا عارف جالك جواب على البيت هنا. فانا قلت لها انا لا بعت جواب، لا 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 انا معقول اعمل عنواني علي عندك ولا خلي حد يبعت جواب عندك مالكش بيت. وانا بقى جت لي حاله عصبيه فصدقت الكلام ده فعلا. لقيتها جايبه لي ظرف مقفول مكتوب عليه الاستاذ كمال الطويل، فجاي افتح الجواب اشوف مين بقى اللي عمل الفصل السخيف ده. قالت لي لا ما تحدفش بلاويك عليا، الجواب ده ما تفتحوش غير بره البيت. قلت لها حاضر يا ستي، حطيت الجواب في جيبي. خلصنا الزيارة، ولكن أنا بقى طول الوقت عصبي، تحاول تهزر معايا بتاع، أنا برضو إيه متضايق. سلمت علينا وخرجنا وركبنا العربية، وإحنا في السكة افتكرت الجواب، فجأة رحت موقف العربية، فبقى اللي بتعمل إيه؟ قلت له الحاجة شوف الجواب ده بقى، شوف إيه الحكاية دي، مين المجنون اللي بعت لي جواب على بيتهم كل سنة؟ بفتح الجواب لقيت فيه شيك من سيدة أم كلثوم ب500 جنيه. ايه ده؟ حاجة غريبة ظريفة. ايه ده؟ بس فأنا قلت لبهاء وفتحي غانم قلت لهم الله قوي. ها. ايه ده؟ أنا عمري ما خدت من حد فلوس في حياتي. وأنا لا يمكن أقبل الحكاية دي. فالاتنين قالوا لي ما تبقاش عبيط، ده اللفتة الجميلة اللي عملتها أم كلثوم يعني ما قدمت لكش فلوس ولا قلت لك خد أجر عن حاجة ولا بتاع، إنما فعلا وكتبالي كلمه صغيره كده مع تقديري وحبي ولا ما اعرفش ايه. ام كلثوم بس ظريفه جدا، ما عندك فكره حقيقي. يعني على قد ما انا يعني كنت تعبان نفسيا انها ادتني فلوس، لكن في الوقت نفسه وصيت لقيت ايه اقنعوني الحقيقه، فانا بقى يعني ايه لقيت نفسي مقتنع. مش ازاي. فاللي حصل بعد كده ان انا اتجوزت، وبصيت لقيت ايه ان يعني انا علشان تبقى مسؤولية اسرة تحت رحمة لحن في فيلم ولا اغنية في اسطوانة مسألة، يعني حسيت ان انا بالنسبة لنفسي انا وانا مسؤول عن نفسي بس، يعني اقدر انا اواجه مواقف زي دي، وما كانش في عندي مشكلة في حياتي من ناحية دي خالص.
انما انا لما بقى اتجوزت وصلت لقيت بقى عندي ابتدى جالي ولد لقيت العمليه بقت مش فاول ما جات لي عروض لانتاج اذاعي في البلاد العربيه كنت بقى اولا جات لي ازمه نفسيه في حته ان انا مش لاقي شكل جديد للاغنيه. عملت مجموعه اشكال والحمد لله كانت يعني ناجحه عند الناس، لكن الشيء اللي نفسي اللي جوايا وباستمرار بيزن جوايا ومش عارف اطلعه ده مش قادر يطلع. فقلت فرصتي استنى شويه اشوف نفسي في ايه مشكلتي جوا نفسي، وفي الوقت نفسه يعني اقدر اامن للاسره ديت ايه احتياجاتها. فتوقفت. كويس. ممكن نستعرض بعض الاشكال اللي انت تقول انا قدمت عدد من الاشكال الجديده في الاغنيه. ناخد يعني نقف عند بعض الاشكال الجديده كده اللي انت قدمتها. يعني انا مثلا في عبد الحليم حافظ على سبيل المثال في الاغنيه الخفيفه قدمت له بتلوموني ليه، في الاغنيه الثقيله قدمت له في يوم في شهر في سنه. كل ديت يعني دول يعني نوعين من الشكل الجديد على الاغنيه المصريه اللي كانت متعارفه او اللي كانت معروفه في في في, في وقتها. قدمت النجاة الشوق والحب حلي. طبعا دي لو قسناها مثلا باسهر وانشغل انا وليه خلتني احبك هنلاقي ان ده شكل جديد. يعني طبعا انا ما تحضرنيش كل الاغاني، لكن دي علامات كنت احاول افكر بيها بصوت مسموع. على العموم انا متخيل ان مهمه الفنان هو ان ينتج، واما مهمه تفسير اعماله فمتهيألي تبقى لنقاد. انت رايك ايه؟ ده فعلا يعني الناقد المتخصص يستطيع انه يضع ايدينا على الملامح، ولو كان حتى اذا كان انسان مجرد زواقه للفن حتى في هذه الحدود بيستطيع انه يلمس بعض الاعمال اللي انت يعني نستطيع ان ننسبها اليك. يعني مثلا انت ابتكرت شكل جديد في الاغنية لما قدمت الاغنية المخرجة، يعني اغنية جواب لعبد الحليم. أيوة. وقطع الجواب وعزيزي مش عارف وحبيبي فلان. بعد الاشواق معرفش ايه الى اخره. طبعا ده بيشترك فيه الكاتب الاغنية بلا شك، انما ايضا الملحن بيستطيع انه يكسو الكلمات باللحم والدم ويخليه كائن حي. ده صحيح. يعني مثلا في اغنية مش عارف هنهز الكعب ايه كلنا جاهزين، انا بحس فعلا ان الناس بيضربوا الكعب في الكعب زي ما الجنود بيكونوا جاهزين. الكعب جاهزين. تحس بالايقاع ده. يعني مثلا انا بحس انك انت ليك دور في ما نستطيع ان نسميه الاغنية الهامسة اللي بتهمس اليك بالعاطفة من غير ما العاطفة تزعق، من غير ما الواحد يعلن عن نفسه. كنا متعودين ان باستمرار عاطفتنا نقولها زعق قوي صريخ قوي انا بحبك ومش عارف ايه، لكن فين الهمس؟ يعني انت ايضا من المشاركين في عملية الهمس اللي هي مدرسة الرحبانية، ولو انك انت مش نفس اسلوب الرحبانية انما نفس الخط الهامس. يمكن ايضا اقدر اقول ان استعمالاتك للكورس في كثير من الاغاني وفي اكتر اغانيك ما كانش الكورس مجرد ناس بي بي بيمشوا ورا المطرب ويرددوا نفس الكلام، وانما للكورس دور اخر. يعني بان في حتى اول اغانيك الهي ليس لي الاك عونا. والكورس قاعد يقول الله الله، ده كان جديد خالص على الاغنيه. صحيح. يمكن تكرر بعد كده في كثير من الاغاني الدينيه، انما كان البدايه. فاستعملتك للكورس الى اخر الحاجات يمكن انت تكون فاكرها اكتر مني، بس انت ما انتش عارف انت بتعمل ايه، لانه كاي راجل فنان بيعمل العمل وبيسيبه للاجيال. ده صحيح. طب بمناسبه الكلام على الاغاني الدينيه، وانه يعني انت قلت لام كلثوم وهي بتقول لك على ربع العدويه انا ماشي اتجاهي، بينما انت بدات اول اغنيه دينيه. هل انت يعني عميق العواطف الدينيه والمشاعر الدينيه؟ من المؤكد من المؤكد داخليا لان انا بعد ما اتولدت بثلاث سنين ابويا سافر في بعثة في انجلترا مهندس. أي. بيتعلم هناك، فانتقلت لأعيش مع جدي في طنطا، وقعدت من ثلاث سنين لسن ثمان سنين عايش في طنطا مع جدي.
في مولد السيد أحمد البدوي في طنطا من المعالم التاريخية في مصر. أنا أذكر خلال الخمس سنوات اللي عشتها متواصلة في طنطا مع جدي، كان كل سنة ياخدني معاه للجامع السرادقات الليلية في المولد، وكانوا بقى الناس وقتها شيء عظيم، مش بس من ناحية المشاعر الدينية، من ناحية الأخوة والمحبة، الناس كلها بتحب بعض، وكل واحد مقتدر يعمل صلاة كبير، يجيب أحد مشاهير القراء المنشدين، فتلاقي المولد فيه 20-30 سرادق، وكل واحد فيه شيخ بيقرأ القرآن والسيرة النبوية، والمنشدين يغنوا، حاجة عظيمة، مهرجان ديني عظيم جدا. الخمس سنوات دول كنت خارج بشحنة دينية موسيقية جوايا باستمرار. أستاذ كمال، يعني أنا بأذكر إن إحنا يعني كنا زملاء في فترة في الإذاعة. أيوة. وحضرتك مراقب الموسيقى والغناء، وأنا مذيع مبتدئ. عظيم. عظيم. الله يخليك. وفجأة لأنك ملحن مرموق يشار إليه بالبنان زي ما بيقولوا،
فأنا عاوزك تقول لي يعني التاريخ ده كان مستخبي جواك ازاي؟ هل انت كنت في يوم من الايام بتفكر انك تبقى موسيقي؟ هل انت فوجئت انك موسيقي؟ وازاي حصلت الحكاية دي؟ لا يعني هو اختياري مسؤول عن الموسيقى في الإذاعة كان نتيجة ان انا كنت متخرج في المعهد العالي للموسيقى. حكاية اني اكون ملحن ما كانتش في خاطري، مع اني كنت وانا في المعهد كنت بعمل ألحان كده يعني على سبيل الهزار، لغاية ما عملت دعاء لفايدة كامل برضو وانا في المعهد، واللي نفذتها لما اشتغلت في الإذاعة. ظروف زملتي لعبد الحليم حافظ في معهد الموسيقى، حسيت بصوته خالص، وفي الوقت نفسه مفيش حد من الملحنين عاوز. كان زميلك في معهد الموسيقى؟ كان زميلي كنت طلبة مع بعض يعني؟ كنا طلبة، وحتى انا اذكر حاجة غريبة جدا ان انا دخلت العام الدراسي متأخر 3 اشهر، كنت في اسكندرية وبعدين قدمت ونجحت، انما ما دخلتش الدراسة غير بعد 3 اشهر من ابتدائها. فلما دخلت لقيت الدراسة صعبة بالنسبة لي، ففي اثناء فسحة بين حصة وحصة قاعد مع جماعة اصحابي كده بقول لهم لا ده المعهد ده معهد صعب، وانا شايف ان انا يعني حلوص فيه، فانا بفكر اني انسحب. ففوجئت بشاب صغير كده واقف جنبنا كده بيقول لي تنسحب ازاي؟ قلت ايه اللي انسحب من لسانه بيتكلم ده؟ فقلت له نعم. قال لا احنا مساعدين اي حاجة نساعدك، انا عبد الحليم شبانة. قلت له متشكر قوي على شعورك، انت في اي قسم؟ قال لي في الالات. قلت له انت شعرك انت مالك بينا احنا؟ الله، لكن انا بشوفك يا جدع انت بتقعد جنبنا في 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 دروس التمثيل، وانا انت مش اصوات؟ قال لا ده انا الات. قلت له طب ايه اللي بيخليك تيجي محاضرات التمثيل؟ قال لا اصلا انا بحب التمثيل حقيقة، بحب الاصوات اكتر من بحب الالات. قلت له طب ايه اللي دخلك الالات؟ قال لي اصلا انا بقى عازف اوبوا وامتحنوني ودخلت قسم الالات. فلقيته ظريف جدا، ولد مهذب خالص ورقيق، وابتدت صلتي بيه من خلال الموقف ده. لما اتخرجنا بقى سنه 49 ودخلت الاذاعه انا في 50، فلحنت لعبد الحليم حافظ اول اغنيه اسمها قصيده اسمها لقاء، وبرضو اخترنا شاعر صديق اسمه صلاح عبد الصبور، كان وقتها لسه بقى شاعر جديد. طبعا هو دلوقتي من اعلام الشعر في مصر، انما راجل يعني كان يعني يرضى يضحي بانه هو يعمل قصيده للمطرب مغمور ناشئ. وملحن ناشئ وبعدين عملت على قد الشوق لعبد الحليم حافظ، و ابتديت بقى اعمل حاجات خفيفه كده، يا رايحين الغوريه، اهل اسكندريه، الانديل. فقلت الله، طب انا خلاص مدام قدمت اعمال فنيه والناس يعني رحبت بيها، ما يبقى هو ده طريقي. وفعلا استقلت وابتديت اشتغل كملحن. كلمتني عن البيانو، وانا شايف قدامي دلوقتي بيانو. أيوة. هل الاله المفضله لديك هي البيانو؟ ده صحيح، لسبب بسيط جدا. ان انا طوال دراستي في المعهد كان مشكله العود، جبت مدرس خصوصي للعود، ما تفهمش يظهر انها عقده نفسيه، اني مش قادر اتخيل نفسي حاطط العود تحت باطي ونازل بيه حته زي الالاتيه. والله جد حقيقه يعني مشكله عجيبه جدا، لدرجه ان انا طبعا بعد السنين الطويله دي كلها يعني يا دوب صوابعي تتحرك على اوتار العود، بان انا اتحسس نغمه معينه عاوز اشوفها، لكن عزف كعزف يعني انا ما لا اجيد العزف على العود. يعني الاله اللي بتندمج معاها وبتدي لك الالهام انك تقعد وصوابعك على ازرار البيانو. البيانو ما فيش شك ان البيانو بالنسبه لي عالم، ولو اني برضو انا لا احسن العزف على البيانو، لكن استريح تماما عليه، يعني احس كده ان هو يعني اله كده فيها مساحات كبيرة. تستريح؟ اكيد. طب ممكن نريحك شوية؟ لا لا ده انا صباعي، شوف صباعي عامل ازاي.
عشان كنا نسمع كمان اللحن المنساب الظريف ده. الله يخليك. ده لمين؟ ده النجاة الصغيرة. ده من النوع الهامس. ها؟ اللي انت بتسميه الهامس. ايوه استاذ كمال. أؤمر. في عينيك حلم لسه متحققش وحنان. ها؟ حقيقي يعني. يعني عينيك باستمرار فيها حاجة لسه ما حصلتش يعني. حاجة جواك لسه ما حصلتش. ايه هي؟ مش عارف، يمكن علشان بحب احلم كتير قوي. يعني انا بحلم باستمرار. انت بتحلم وانت صاحي؟ بحلم وانا صاحي. يعني باستمرار كده بتخيل ان هيجي يوم ان شاء الله المزيكا اللي جوايا اللي انا حاسس بيها اقدر في يوم احققها. بحلم حاجات كده يعني من النوع ده يعني. صحيح يعني يمكن احلام يقظة اكتر منها. يعني انا متخيل انك باستمرار بتبقى ماشي صحيح نظراتك على الأشياء وحواسك على المظاهر الخارجية للحياة، لكن انت عايش بداخلك أكتر ما انت عايش. يعني الجزء اللي انت عايشه في داخلك أكتر. تكلم نفسك وبتعمل حوار وبتعمل مزيكا وتقود أوركسترا ومتلحن. حدش عارف يعني. يعني هو إلى حد ما ده صحيح، لدرجة انه بيسبب مشاكل. يعني أنا أحيانا بقى ماشي في الطريق و بتصادف انت ناس ماشيين، ستات ورجاله واولاد وكده، فتبص تلاقي التليفون ضرب، وتلاقي واحده بتقول لك ايه، انا فلانه اللي كنت ببص لها في شارع قصر النيل. والله والله يا ستي وحيات اولادي، انا لا كنت ببص ولا شايف حاجه خالص. تقول ايه، ما كنت بتبحلق ليه؟ وانت فعلا كنت بتبحلق بس مش واخد بالك. انا مش واخد بالي حقيقه. وطبعا دي بقى اتصور بقى مثلا مراتي جنبي بقى وانا ماشي كده هوت في امان الله. على العموم ده اعلان ظريف انك انت لما هتبص لحد عشان يعرف من دلوقتي انها نظره غير مقصوده. اكيد. استاذ كمال، في عباره في فيلم مصري اظن لعبد الوهاب، عاوز استعيرها دلوقتي، بتقول كلمني عن نفسك عن احوالك. ايوه. عاوزك تكلمني عن نفسك عن احوالك، يعني عاوز صوره لك من قريب. بتحب ايه؟ بتكره ايه؟ الحاجه اللي بتبسطك، الحاجه اللي بتضايقك، المنظر اللي بيأسرك اكتر، يعني ايه المنظر الطبيعي اللي بيريحك؟ هو ما فيش شك ان الشجر لها اثر في نفسي كبير جدا. صورة طفل صغير بيجري على امه بتعمل في نفسي شيء غريب جدا. الفل، ريحة الفل، اكل الفل مدمس.
التناقضات الغريبة يعني من ريحة مش علاقة في المدمس يعني. بتستمتع بيه انت؟ بستمتع بيه استمتاع شديد جدا. بالزيت ولا بال بالزيت؟ بالزيت والليمون. بالزيت والليمون. البلد اللي بتحبها ايه؟ شفت انا مكان في ايطاليا كنت ماشي بالصدفة مش عارف اروح فين، فواحد صاحبي قال لي في بلدة صغيرة هنا اسمها أمالفي جنب نابولي على بعد 5 ساعات من نابولي، فرحت فعلا. شيء ممتع للغاية. الأوتيل على قمة جبل، تحت في السفح كله محلات رستورانات صغيرة كده، كل محل تخش وتلاقي فيه فرقة موسيقية بتعزف ألحان مختلفة عن التاني، والبحر تحت المحلات دي. يعني كان قعدت 10 أيام هناك كانوا من أمتع ما يمكن، ده ما كان منساهوش أبدا. طب هسألك على بعض حاجات وتأثيرها في نفسك. موج البحر بالليل أكرهه قوي، ما عرفش بيديني إحساس بأن البحر ده عالم غيبي رهيب، وأنا بخاف من الحاجات الغيبية دي. موج النيل ده ممتع، ده هادي وصافي ووديع. عيون جميلة لست. طبعا ده عالم، عالم اخر ده بقى. لا خلاص مش ضروري تجاوب، ضحكتك جاوبت يعني. منظر الطيور في العش، كل شيء فيه أمومة انا بحترمه واحبه جدا. يعني مجرد الطير، وفي طير صغير كده، يعني اي احساس بالامومه، وانا ما اعرفش يمكن لان امي ماتت وانا صغير بيديني احساس غريب جدا. منظر الطيور في العاصفه ده منظر مؤلم قوي، يعني الصراع ده صراع عنيف، خصوصا الطير لما يكون طير صغير بيبقى مؤلم قوي. المطر احبه اذا كان ما يمنعنيش من ان انا امشي، لان انا بحب المشي في الشوارع، واحب المطر وهو نازل، بس يكون مطر هادي كده لطيف كده. منظر تساقط التلج ما شفتوش. تحب اكتر غروب القمر ولا شروق القمر؟ هو في شكل شروق القمر بيدي متعه اكتر، لان شروق القمر بيبقى في مجال للاستمتاع بضوء القمر، انما بقى غروب القمر ده يعني يبقى راحت اللذه بتاعته. طب شروق الشمس ولا غروب الشمس؟ شروق الشمس الحقيقة أنا مش بشوفه كتير لأن أنا بصحى متأخر، إنما هو طبعا في الشك أن شروق الشمس أفضل من غروبها، لأن شروق الشمس معناها أن بدء الحياة. أجمل ما في الحياة الزوجية؟ أجمل ما في الحياة الزوجية الست. الزوجة يعني أجمل ما في الحياة الزوجية الزوجة، وأرزل ما في الحياة الزوجية زوجة أيضا. وفرت عليها سؤال. اللي بيحركك أكتر الابتسامة ولا الدموع؟ والله يتوقف على الموقف، يعني أنا في أحيان الابتسامة بتبقى محركة جدا وتسعد الإنسان، وأيضا في دموع. يعني هو لا غنى للفنان عن الألم، عن الألم لا غنى عنه. طب الصداقة ولا الحب؟ أعتقد أن الصداقة أبقى من الحب، وإن كان الحب لا يقل عن الصداقة أهمية. الصداقة أبقى من الحب. الصداقة أبقى من الحب. عمرك وقفت لحظة أمام الله وندمت على حاجة؟ يا ساتر يا ما ده. أنا أذكر أن أنا كان خوفي من أني أروح أعمل عمرة، أني حروح أزور البيت وأزور قبر الرسول، ومتخيل بقى المعاصي اللي الواحد بيعملها بقصده أو بدون قصد، وترددت فعلا يعني. ويمكن أحسن تعبير لما قلت لأحمد شفيق كامل عن الحكاية دي، اتعمل أغنية بنفكر نعملها في موسم الحج، بيقول فيها انا في رحابك انا وبيقول له بقى فيها انه يعني المعنى اللي انا حسيته طلع فعلا كل اللي في قلبه. ان الواحد فعلا بيحس كده، هو ان اول ما يوقف على الباب ويبص لا ذنوبه حواليه
عاوز يهرب من ذنوبه دي، لكن عارف ان ربنا رحمته اكبر من كل شيء. وبالتالي يعني انا اذكر ان انا وانا على قبر الرسول لم استطع، يعني ما حسيتش بنفسي غير ان انا ببكي 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 بكاء شديد جدا. واتصرف ان انا احمد شفيق كامل كان موجود ورايا في اللحظه دي بدون ان نكون يعني في موعد لقاء، ولا اعرف ان هو في السعوديه اساسا وقتها، لكن لقيت ايد على كتفي كده بتطبطب عليا، فبصيت لقيت احمد شفيق كامل. ما عندكش فكره طبعا لحظات ان الواحد بيمر بيها يعني باحساس بالندم كبيره جدا. انت مصالح نفسك؟ هل انت على وفاق مع نفسك؟ ابدا، ده انا مختلف مع نفسي خلاف شديد جدا. امتى هتصطلح؟ والله ما انا عارف حقيقي، لدرجه ان انا ما بقدرش اقعد مع نفسي كتير ابدا، لان انا حاسس ان احنا شخصين مختلفين تماما. غريب. والله تيجي تصالحنا على بعض. نفسي ان اغانينا تتناول موضوعات صادقه، يعني ممكن يكون موضوع اغنيه واحد بيقول انا مش على وفاق مع نفسي، امتى اصطلح مع نفسي وبتاع، يعني نفسي اغانينا يبقى فيها رنه صدق اكتر، لان احنا بنتجنب كثير من الموضوعات وبنلجا لكلاشيهات اكتر منها اي حاجه تانية. يعني نفسي في مره اسمع منك مزيكا واغاني تخلي كل اتنين يحبوا بعض، تخلي الناس يقبلوا على الحب ويتصافوا ويحبوا الحياه اكتر ويبقوا سعداء اكتر، يعني ندي للناس قيمه معينه. يعني انا بعتقد ان الحته ديت توأم للحرية. عندما يجد المواطن العربي حريته يستطيع أن يعبر عن نفسه تعبير صادق. قبلة مفروض أنك تطبعها على جبين حد، على جبين مين؟ على جبين، يبقى على جبين ابني. ويعني نصيحة عاوز تقولها لابنك؟ أقول له أن يجيد العمل الذي يعمله أيا كان نوع العمل، مهما كان بسطه، ساعة ما يبقى شاطر في الحتة بتاعته هيبقى حاسس برضا. لأن أنا بعتقد أن سعادة الإنسان الحقيقية في أنه أولا يجيد العمل اللي بيعمله أولا، وثانيا بعد كده أي شيء تاني بقى تحصل بقى يحب يعيش إلى آخر الحاجات دي كلها، لكن مهم إجادة العمل. كلمة عاوز تقولها للبرنامج ده؟ عاوز تقول كفاية بقى؟ تهيأ لي كده. لا والله أرجو أن أنا ما أكونش أثقلت على اللي بيسمعني. بالعكس، أنت أسعدتنا جدا، وأنا أشكرك وأحييك، وأتمنى أننا نسمع ترنيماتك الحلوة اللي بتطلعها في ألحانك، واللي احنا عاوزين نتغذى منها ونعيش معاها بنبضاتها بأحاسيسها النقية اللي مليئة بكثير من ألوان، أقول لك إيه، النقاء الطبيعي الغريزي في نفسك. الله يخليك، الله يخليك. Thank you.
داني. أيها السادة، شكرا وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله مع السهرة المفتوحة، لكم مني أطيب المنى. طاهر أبو زيد.